عشان في المنظر بتاعك مش كل بنك يطلب منه حاجه هتبقى قد ايه؟ كل الناس هنا حبايبك. اهلا يا حسام. بركه تمام. من عند تيمون مش هو تيمون خلاص كل حاجه خلاص. يعني ان شاء الله يا حبيبك. عاملين في البورصة والعمل في البورصة أعتقد أنه هو بيعطي دفعة كبيرة لهذه البورصة والمتعاملين معها، ويكون بقى يعني دعوة لأنه مستقبلها إن شاء الله يكون أقوى من ماضيها بإذن الله. النهاردة إحنا عندنا محفظة، وأنا بحاول أخلي الشركات دي ترجع تبقى متفقة مع قواعد القيد بنسبة 100%، افصاحاتها كلها هامة للمستثمرين، بحيث ترجع تاني شركات جاذبة للمستثمرين اللي مقيدة النهاردة تقدر تستغل البورصة المصرية في زيادة رؤوس الأموال بتاعتها، مش محتاجة إجراءات قيد جديدة، هي مطروحة ومتداولة. الذاكره المؤسسيه لمؤسسه البورصه القاهره، بنتكلم على بورصه اسكندريه 1893، بورصه القاهره 1901، بنتكلم على مؤسسه عمرها 135 سنه، محتاجين نوضح لجميع الاجيال المراحل اللي مرت بها البورصه المصريه وتاريخها في دعم عمليه النمو الاقتصادي. احنا جايين يا عم، لا لا هتاخد الصوت ازاي بقى؟